اهلا، السلام عليكم اخوان واخوات، مرحبا بكم معنا من سوق الخميس سيدي محمد بن رحاب. يوم 14/4/2022 غنبداو ان شاء الله احنا في رحله الحبوب والقطاني هنايا في السوق، نشوفوا الاثمنه ونشوفوا نديروا مقارنه بالاسواق اللي فاتوا، واش كاين شي رجوع ولا زياده ولا فول ديال العلف الثمن اخويا 156 والاخر هذاك الحمر هذاك 152. عندك الزرع الشعير وقمح ولا الشعير؟ لا عطيش ولكن خدناه. ايه شوفوا هو هذا ايه اللي خدم طب شحال باش ديتي؟ 126 ياك ما مليحش بزاف. لا ما يخدمش التسوار هذا. كيف قلت لي؟ هو مليح ولكن فيه الكسور. هاك كيكون معك الاخ ديالك؟ ما كاينش. لا ما كاينش. على العموم الله يسهل عليكم اخويا، الله يجيب التيسير. بالنسبه للزرع مازال نفس الثمن المليح بحال في القمح. الثمن 7 دراهم. مليح 7 دراهم. 45 الشعير اخويا. اعطيني حاول تعطيني خلاصه تاع السوق عاد باش ندور نشوف الاثمنه. الشعير اللي سوقه دار شويه، الشعير كاين 80 كاين 82 كاين 76. رجع؟ رجع السوق مزيان. دخلت الرويزه بزاف؟ دخلت الرويزه راه داخله ولكن ما شادين حتى حاجه، باقي ما عطاو البنادم حتى حاجه، حتى حاجه ما كاين. مازال ما كاين لا داعم لا والو. لاباس العرض. صحيح. يلاه كيعطيو شي تخرشات لاكار. ايه؟ وفارينا هي اللي بقات لينا. فارينا تبعت 75 76. حتى هي رجعت 80. حتى هي رجعت. هي السوق ديالها مشاو له الصنايعي في البيع والشراء نجيبو. حتى هي رجعت. الله يسخر اخويا، الله يجيب التيسير. ما تصدق حتى شي حاجه. حتى هذا ساري صدق. لك ما باغي يدير الفيديو هذا ماشي مشكل، ما كاين حتى اشكال ما كاين. فارينا بشحال؟ 90 ريال. الشطار هذه حبيضه. الشطار. والعادية شحال دايرة؟ العادية نديرو 70 ريال. 3 دراهم ونص. الحمص ديال البلاد. الحمص كلشي ديال البلاد. الثمن وثاو؟ من 100 ل 240. انت بشحال كتبيع؟ 240. 12 درهم باش كيبيعو. كاين جمار، كاين جمار تحمص ياك؟ كاين جمار. هي زين هذا قولي علف الخروف. هذا علف. اييه كاين شويه ديال النقير ديال الخرق. اييه كيتباع وهذا كيتباع كيمشي للخرفان. هذا الخرفان هو رقيق شويه وهذا كيتسمى كرافانسا ماكله. 12 درهم. هذا تا هو 12 ولا لا؟ لا هذا ستونس. هذا ستونس 6 درهم ونص. وهذا ديال الماكله 12 درهم. الفول ديال العلف. الفول ديال العلف ندير 160 8 دراهم. وكي جاك الثمن انت كساب ولا؟ كساب. ايه ثمن مناسب بالنسبه للحمص. لا ماشي الحمص، كنهضر على الفول العلف. لا هو ثمن مناسب، راه ما كاينش الفول. زايد. قليل. زايد. انا ما زايدش. 160 هذاك هو الثمن. قليل. هذاك 103. والله يسخر. الزرع اللي طالع. الزرع اللي طالع. هذه 450 درهم. هذه راه كانت في القاعه دايره 46 50. دابا راه. طلعت ب 90 ريال. هذه راه حيت هي المليحه، هذه راه السوق الفريره قال لك دايره 3 دراهم ونص العادية. هذه ماكله. ماكله. على العموم الله يسهل عليك اخويا التبيع والشري بالرباح ان شاء الله. تبارك الله عليك، الله يسخر الجامع. اللهم صل. حمص لبغيت تعلم. دوز دير. ضرب لدي الحاج. ضرب لدي المحشوشه بالمرق. المحشوشه بالمرق. الثمن باش بعتي الحاج؟ 6 دراهم.
76 تشالدرس 120 ساري ناس 76 رجعت شوية رجعت شوية في الثمن فرينا كما كتشوفوا رجعت شوية في الثمن والدرة حتى هي لا الدرة باقا الدرة باقا زاكية في الثمن الدرة قليلة الله يسهل عليكم الحاج الله يسهل عليكم تسلم على مصطفى الحاج مصطفى الحاج مصطفى من اسبانيا كيسلم لك الحاج عبد الرزاق من هنا من سوق خميس سيدي محمد عموما اخوان تحية لكاع المتتبعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن مرحبا بالجميع والله يسهل لك الحاج الله يسهل لك اخويا الله يسهل عليكم ميو ماش قمح قمح كاريوكا كاريوكا الثمن ديال القمح واش مازال هو هذاك ولا رجع شويه لا بحال لي شويه تراك اللون شوية. الحمد لله الحمد لله بغينا مازال نقص اللي ما عندوش الزرع يشري الزرع كمل الحم بزاف اه عندك القمح كاين شي شعير الشعير باكي عندك غير القمح وهذا هذيك اخويا مع حمص المهم انت عندك هاد خنيشه عطاوك 112 توقع لك السبت هاك هوني ميوطنا لا شبع الحمد لله ساغ لحام شابة والماء ماشي أحمد أعرض عليك حاجة ولا والو والله يسهلك الله يسهلك آمين تتبعوك مرحبا بكم والله مرحبا بكم صافي غادي يتلاقى معاه وغادي ندور فيه هذا وكنا 70 اخويا شعير ديال العلف هذا ماشي ديال الماكل هو اش غنقول لك ما كناكلو منه ياك تاكل منه خويا عطاوك 3 درهم ونص شحال قاطعو انت ما قطعت اخويا باقي ما يزيدوا يزعموا معاك شويه تبيع ان شاء الله نتمنوا نتمنوا من ربي خير ان شاء الله كي جاك السوق تاع الزرع صراحه رجع شويه ما رجعش لا كاين شويه نقصان رجع الزرع شحال دابا داير 70 ريال درهم كانت ملي دخل الزرع ديال المخزن اي زرويزه هذا نقص شويه شي اللي كاين شنو هنا طولنا 70 اخويا على العموم اخوان الله يسهل عليك تبيعوا ان شاء الله تتفك السليعه ديالك وكلشي سالم وبالنسبه لهاد المنطقه اخوان راه الزرع راه ما كاينش حتى الربيع ما نايش بزاف ما عرفتش علاش تاخرت الشتاء والزرع هاد المنطقه واقيلا كتبغي الماء بزاف لا الشتاء ما طاحش في الوقت ديالها وداكشي جا شويه من لا في مناطق اخرى كاين الربيع هنا لا هنا لا ما عرفتش شنو المشكل ولكن على العموم الشتاء في الوقت ياك هادوك طايح حالك فيهم الشتا في الاول ناض الربيع وزاد الشتا ما زاد اخويا ما سمعناش الله يسخر الله يسخر طولنا 70 ريال قال لي مازال ما سمعتيش من التصوير الله يسهل عليك خويا تبارك الله عليك كنشكرو الله يبارك فيك شحال بعتي فارينة؟ ها؟ شحال بعتي هاد فارينة؟ 74 3 درهم و 70 مقطعة شوية دير ليها شي حاجة مقطعة الله يسخر 3 درهم و 70 باش باع مازال ما شفناش الثمن تاع العدس اخوان تا هو نشوفوا لي الثمن ديالو ان شاء الله باش نحاولوا نقربوا لكم الاثمنه تاع القطاني كامله والله يسخر الجميع وتحياتي لكم شحال بعتي الحمص؟ ها؟ الحمص شحال دوزتي؟ هذاك كنبيعو ب 10 دراهم 10 وهذا؟ هذاك كنبيعو ب 8 دراهم 8 دراهم الله يرضي عليك 160 العدس هذوك الانواع تاع العدس فين هما ديال البلاد فين؟ كلشي هادشي تقريبا البلاد تقريبا هذاك ديال البلاد ديال الرحامة وديال ها؟ هذاك ديال هذا ديال السحيم هذا جمعة السحيم ثمانو جمعة السحيم
هذا كان لهم 200 13 درهم. وهذا اش من اعطيني المنطقه واعطينا الثمن. هذا ديال سيد محمد بن رحال. هذا ثمنه هذا الفرق ديال 10 درهم. هذا تا هو هذا ديال رحال ديال بنغري ديال بنغري. هذا الثمن هذا 12 درهم لكيلو ونص. هذا ديال بنغري بنغري ديال عندي 10 درهم. 10 درهم. وباش كتعرف المنطقه حيت شاري منها ولا شاري منها؟ بعد هذا شريو من عند الفلاح. بحال دوك هذا خدام عند الفلاح. خاصه نقولوا عند الفلاح بشحال هذا صافي. وهذا حمص هذا ديال مدافع 240 ذاكره. تحيه لكاع المناطق اللي قلتي اللي كيديروا هذا الشيء. والله يسهل عليكم. بالنسبه للثمن واش ناقص شويه؟ زوين الثمن مزيان. الله يسهل. الله يسهل. نقص الثمن مزيان كل شيء. كل شيء قص خير موجود مازال ان شاء الله ينقص. الله يسخر. الله يعاونكم. تبارك الله عليكم اخو. باش نبيعوا فيه ديال تبارك الله. راه كان 300 والفلوس وهذا عاد 240 خير. هذا الحمد لله. الحمد لله خير موجود تبارك الله. الله يسهل عليك. امين اخويا. الله يسهل على الجميع. ارحمنا ربي. الحمد لله. الحمد لله.